بدأ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي تصوير أولى مشاهده بمسلسل بعد البداية بأحد فنادق القاهرة، وعشان الدور ليه طبيعة خاصة اضطر فاروق يعمل لوك جديد، ورفض إنه يطرح أي صور ليه عشان ما يحرقش الشخصية واللي رفض يتكلم عنها تماما. مسلسل بعد البداية بطولة طارق لطفي ودرة وخالد سليم وروجينا ومحمود الجندي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج أحمد خالد موسى. النجم خالد الصاوي بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الصعلوك منذ أيام. المسلسل بتدور أحداثه حول أحد الشخصيات الفقيرة بالمنطقة الأثرية بالقاهرة، السيدة نفيسة، وبيشارك في بطولة المسلسل الفنان ريهام عبد الغفور وصبا مبارك وسيد رجب، ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج أحمد صالح. تستعد الفنانة مي سليم لبدء تصوير أول مشاهدها في مسلسل المطلقات اللي اتعقدت عليه مؤخرا مع المنتج ممدوح شاهين، وتشارك مي في بطولته مع علا غانم ومي كساب ومريهان حسين، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد الرشيدي. المسلسل بينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية وبيرصد معاناة السيدات المطلقات ونظرة المجتمع ليهم. بتستعد الفنانة اللبنانية مدلين طبر لتقديم برنامج جديد ستار سكولز، وهو عبارة عن برنامج مسابقات للأطفال على مستوى المدارس، بيتم حاليا تصويره في بيروت بلبنان. بيشارك في لجنة التحكيم الفنان أحمد راتب والموسيقار حلمي بكر، واللي أكد إن البرنامج هيكشف الكثير عن المواهب في الغناء والتمثيل داخل المدارس. صرحت الدكتورة إيمان سند مدير مهرجان القاهرة الدولي لسم الأطفال في دورته 22 إن المهرجان هيقام في الفترة من 20-27 مارس، ويتم تخصيص الدورة دي لسينما وفنون الطفل وليست السينما فقط. وأكدت كمان إن المهرجان هيشمل فنون الطفل من موسيقى وأغاني الأطفال، إضافة إلى مسابقة لاكتشاف مواهبهم المختلفة. تستعد الفنانة الأردنية ميس حمدان لتقديم تجربة البرامج الساخرة مرة أخرى من خلال برنامج جديد بعنوان شوك توك، وأعلنت ميس إنها تقدم من خلاله مجموعة من الشخصيات الجادة لكن بطريقة ساخرة ومضحكة، وهيكون في مفاجأة غير متوقعة في كل حلقات البرنامج. استغل النجم ماجد المصري وجوده في الأقصر لتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل عيون القلب من كام يوم، وأما بجولة لتنشيط السياحة. ماجد قابل مجموعة من الوفود السياحية المختلفة وتصور معاهم وكلمهم كمان عن الحضارة الفرعونية والأثار في الأقصر، وطلب منهم زيارة مصر مرة تانية لأنها بلد الأمن والأمان. بعد اعتذار عدد من النجمات استقر المخرج أحمد نادر جلال على النجمة شيري عادل للقيام بدور البطولة في مسلسل لعبة إبليس واللي هيتعرض في رمضان اللي جاي، ويشارك شاري البطولة يوسف الشريف في رابع تعاون بينهم بعد مسلسلات رقم مجهول واسم مؤقت هو المواطن إكس. مسلسل لعبة إبليس قصة إنجي علاء وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، ومن إخراج أحمد نادر جلال. يتواجد النجم يوسف الخال حاليا في منطقة زحلة اللبنانية لاستئناف تصوير مسلسل رمضان الجديد تشيلو. الخال أكد أنه سعيد باستئناف التصوير ونشر صورتين وقال ورجعت على زحلة وعلى التصوير تشيلو. يا ترى إيه الحاجة الغريبة اللي بتعملها هالي بيري؟ عايزين تعرفوا؟ استنونا.